12 جنيه 12 جنيه بص ده ب 20 جنيه بنطلون قطيفه 35 جنيه سيدي عامل كام بتقول 40 جنيه 60 40 جنيه 70 جنيه 70 جنيه عامله كام عامله 80 جنيه 90 جنيه كام دي 75 جنيه 80 جنيه 80 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم حبايبي يا رب تكونوا بخير النهارده يوم جديد وجوله جديده جولتنا النهارده هتكون من مكتب رامي سنتر ملابس جاهزه حريمي واطفالي بيتي وخروج كل حاجه تاخدوها اقل من سعر الجمله كمان النهارده عامل لنا عروض جامده جدا بادئ معانا اسعار من 12 جنيه ونص بس دفايه اطفال عروض كتير جدا وعرض الترنج 90 وعرض الدفايه الكبيره 35 جنيه كل حاجه ان شاء الله هنشوفها في الفيديو بالاسعار وكمان هتلاقوا مقطع صغير يوضح لكم ازاي توصلوا المكان بكل سهوله ونبدا الفيديو بتاعنا ازيك يا استاذ حسام الكل منوره عامل ايه الحمد لله على السلامه احنا تعبنا الله يسلمك والله تعبك راحه ربنا يخليك عرفنا ان انتم مكسرين اسعار جامد قوي لا والله ربنا يخليك اه والله سمعت كتير والمتابعين قالوا لي كل بنفسك الله يخليك بنفسك وبنفس زباينك الله يخليك. الله يخليك عرفنا ان انتم مكسرين اسعار جامده جدا كتبوا لي في التعليقات المكان هنا وقالوا لي اسعاره حلوه بدأ هنبدا ايه معانا طيب نبتدي كده بالدفايه بص في الكل الدفايه دي بالوانها كلها دي دفايه حريمي مقاسات حلوه جدا دي الموبايل بتاعها بصوا التلبيس 35 جنيه 35 جنيه الدفايه الحريمي المقاسات مقاس كبير 35 بصي الوانها بقى طب عايزين نشوف الخامه كمان عشان بيسالوا عليها دلوقتي الخامه كلها دي بره وجوه خلي بالك دي دفايه بره وجوه مقاسات بصي ست الكل عامله كام 35 جنيه 35 جنيه دفايه بره وجوه بصوا الجمال حلو قوي دي بصي ست الكل مقاسها بصوا التلبيس ما شاء الله حلو قوي 35 جنيه بالوانها حلو قوي بصي كده ست الكل ده الوان البنطلون ده كلها ده بنطلون قطيفه من 20 لون بنطلون قطيفه وان سايز ولا مقاسات لا مقاسات ده مقاسات قطيفه تقيله قوي بصي ست كل الوان جوه وبره دي ولا ايه كتير جدا جدا نشوف طيب الخامه بره وجوه بصوا قطيفه طبطين جوه وبره الوانها تحفه بقى بصوا الالوان بتاعته بصي ست كل ده ب 25 جنيه 25 جنيه مقاسات والوان حلو جدا بصوا الطبطين ده انضف من ترنجات كتير جميل جدا شكله تحفه بصي في كل الدفايه دي ده قلنا سعره كام ده 25 جنيه 25 جنيه بنطلون قطيفه دي دفايه ترنج اللي بيقولوا عليها بصي. تبقى طبطين بصي من جوه ايه القماشه دي لا انا ببص القماشه بس الاول بس من جوه قصه ايه الجمال ده موضوع ده ترنج مش دفايه ده ترنج بالظبط اه عامله كام دي 70 جنيه تمسك لنا الجاكيت دي نوريهم الجمال ده دفايه عامله 70 جنيه وان سايز ولا مقاسات لا وان سايز عامله كام 70 جنيه 70 جنيه ايه الجمال ده لا انا عايز اوريكي بقى البنطلون من جوه بص كده ست الكل بصوا الجمال بطانيه اه الخامات هنا عاليه قوي الخامات عاليه جدا والاسعار حلوه قوي الخامات بصي الخامات هنا عندنا تحفه تحفه ده بنطلون اطفال بنطلون اطفال ده لطيفه ست الكل كده بالوانه كلها عامل كام لون 20 جنيه ده ب 20 جنيه بنطلون قطيفه مقاسات ولا المقاس ده بس لا مقاس لا ثلاث مقاسات ثلاث مقاسات لارج اكس لارج 2 اكس يعني ده يعتبر كبير ولا وسط ده الوسط ده الوسط في اكبر في اكبر وفي اصغر بصي يا ست الكل عايز اوريكي دي بيجامه ده عرض ال 90 جنيه ده عرض ال 90 جنيه عرض ال 90 جنيه على البيجامات كلها كل البيجامات 90 جنيه اللي هوريها لك دي 90 جنيه بصوا دي عامله 90 جنيه بصي يا ست الكل حلو قوي بتاعها فوت ويل بتاعها يعني ثلاث قطع ثلاث قطع اهي كل ده عرض 90 جنيه بصوا الجمال ايه ده طب عايزين نشوف الخامه نشوف الخامه بتاعتها طيب تحفه بصوا حبايبي لا وبصوا التشطيب والتقفيل حلو قوي قوي 90 جنيه مقاسات دي ولا مقاس واحد مقاسات كتير جدا مقاساتها موجوده اه دي ثلاث مقاسات بصوا يا ست الكل دي حلوه دي عامله كام 90 جنيه 90 جنيه اربع قطع اربع قطع دفايه بصوا جوه وبره يعني وبره هنا كله طبطين جوه وبره كل الشغل بره وجوه 90 جنيه برده بصوا يا ست الكل اربع قطع بتاعها اهو كل ده اربع قطع دي برضو عامله كام 90 جنيه 90 جنيه بالوانها انا كل لا بصوا انا بصوا عماله اوريكم الطبطينه جوه وبره قطيفه بصوا 90 جنيه طب والبنطلون تلبيس ولا ايه هوري حضرتك بص تلبيس البنطلون حلو جدا 90 جنيه 90 جنيه حلوه جدا اربع قطع برضو بنوع اربع قطع بص الالوان يا ست الكل ده في منها موديلات كتير كل دي سعرها كام كل دي 90 جنيه 90 جنيه حبايبي احنا هنا في سنتر رامي عرض 90 جنيه حلو قوي عرض 90 جنيه ده ما بيخلصش تقريبا حوالي 20 30 موديل 20 30 موديل 90 جنيه كان ب 175 جنيه بقى بكام 20 جنيه بقى 90 جنيه بقى 90 جنيه بس دي تونيك دفايات تونيك معاها الايس كاب والفوت وير 90 جنيه كل ده يا ست الكل 90 جنيه ايه الجمال ده انا عايز اوري حضرتك الحته دي بس احنا
بصوا ايه الجمال ده، بص برضو كام يا ست الكل؟ عامله كام دي؟ 90 جنيه ده خامات انضف من الترنجات بصراحه، انا عايز اقول لك يعني الكلام الخامه بس هنا يعني انضف من فوت ترنج وير مع طاقية. الفوتوير والايس كاب. بص يا ست الكل، بص الشغل العالي، الخامه والله فظيعه، الخامات دي مش هتتكرر تاني، الخامات دي رهيبه، يعني ب 90 جنيه عامله زي الترنجات بالظبط. بص يا ست الكل، الوان الساده دي الحف دي بيقولوا عليها دفايه بس هي دفايه تمشي الفوت ترنج. وير وقع اهو، اه معايا الفوت وير بتاعها. بنطلون اهي عامله كام دي برضو؟ 70 جنيه 70 جنيه الدفايه دي 70 جنيه ايه تحفه. الجمال ده؟ لا ما انت تركز لنا شويه على الجاكيت، حرام نرمي الحاجات دي بسرعه كده، خامات عاليه حاجات ليه كده؟ بصوا الجمال، حتى الرجل فيها قنار ايه الجمال ده؟ بص 70 كل جنيه اللي عايزك بس تمسك الحته دي، شوف الجلابيه دي تقلي ايه الوانها، الله ست الوان اللهم بارك، تحفه تحفه. عامله كام دي؟ 75 جنيه 75 جنيه حلو قوي، في منها الوان كتير دي، الوانها كتير جدا. بص الوانها يا ست الكل، كتير. بصوا بقى الحاجات العاليه اللي في العلب بقى، الشغل العالي ده عامل كام؟ بص كده الشكاره في ثبت الكاميرا، لنا التيشيرت شويه بص نوريه لهم يلحقوا يشوفوا الموديل شكله عامل ازاي، عامل كام ده؟ سعره كام؟ 120 جنيه 120. بصوا بره الخامه، جوه الخامه فظيعه فظيعه، الخامات دي عاليه قوي قوي، يعني احنا صورنا في اماكن كتير الخامات بتبقى اهدى من كده شويه، الخامات هنا حلوه جدا. بص يا ست كل الدريس ده، الدريس ده تقريبا نفس خامه الدفايه اللي هي الجلد النمر، نفس اه الخامه. حلو قوي. عامل كام الدرس ده؟ 40 جنيه عامل كام؟ لا 40 جنيه لا ما انت تمسك لنا شويه، حرام الحاجات دي كله تترمي والله بسرعه كده، منوره والله والله حرام. والله منوره يا ست الدرس الكل، ده عامل كام بتقول؟ 40 جنيه يا ست الكل، 40 جنيه 40 جنيه بالوانه تحفه كلها 10 الوان تحفه، ده شتوي ويمشي خريفي، ايه الجمال ده؟ في الوان منه بص الترنج ده يا ست حلوه الكل، قوي. بص الترنج ده تقريبا البنات كلها ايه عامل كام؟ نفس، طيب لا انا عايزاك تثبت لي الجاكيت انا شويه، هوريه لك كده ما بنلحقش نشوف كده، اتفرجي عليه ده عامل زي الووتر بروف بالظبط صح؟ بالظبط، والريل استك حلوه جدا. ده ب 100 جنيه امسك لنا الجاكيت بس ده نشوفه ب 100 الاول، جنيه يا ست ده الكل، شداد كمان، انا عايزه انوه بس، ده تونيك ده شداد تونيك اه عامل كام 100 الترنج ده؟ جنيه 100 جنيه مقاسات وتلبيس برضو. بص وفي حاجات منه قصيره شويه اللي هي الهاي ويست بقى، لا بالظبط ركز لنا كده. الجاكيت شويه في ايدك حاضر، عشان ما عايز اقول لك بنلحقش بس نشوفه. البنطلون بتاعه بص البنطلون بتاعه تحفه، والجاكيت كمان 100 عامل جنيه كام؟ 100 جنيه يا ست الكل، 100 جنيه الحاجات اللي عامله زي الووتر بروف دي 100 جنيه دي مقاسات خاصة كده للأمهات. أو أهم حاجة تثبت لنا الجاكيت أنا عشان عايز هو أقول اللي لك فيه كده، بس دي أربع الرسمة قطع. دي 4 قطع بيج سايز، عاملة بص يا كام؟ ست الكل، ما شاء الله عاملة كام دي؟ 130 جنيه 130 4 قطع. بص المقاس بصوا احنا بنعمل 9 بصرة عشان إكس بصوا التلبيس 9 إكس يا ست الكل، 9 إكس ايه التحفة ده؟ بالفوتوير الخامات بتاعها الخامات رهيبة بالطاقية بتاعتها معاها الايس كاب والفوتوير. بص بقى الألوان الجميلة، بص الألوان الجميلة يا ست الكل، دي واحدة يتفرجوا على الموديل مستعجل ليه؟ ده الحاجة كلها كويسة، هنخبي حاجتنا ليه؟ الحاجة احنا وحشة، علينا ليك يا ست لحاجات الكل والله. تحفة. عامل كام ده؟ 130 جنيه يا ست الكل، 130 بيك سايز تونيك مع الكابتشو بتاعه تحفة، ده 4 قطع كل ده، كل ده 4 قطع كله سعر بص موحد. بس انا بص عايز اقول لك الموديلات، المقاس، بص بص المقاس المقاس قد ايه، اللهم بارك، ايه ده؟ بص المقاس قد ايه، قلنا دي عاملة كام؟ 130 جنيه 130 اكبر جنيه مقاس في السوق. لا وطبطين جوه وبره، بص عشان بس تبان معانا اتفرجي على الترنج جوه جميل وبره، قوي ده، ما انت ده تثبت ترنج لنا جميل الجاكيت عشان قوي، نعرف نشوف. هوريهولك طيب حالا بالجيب بتاعه اللي طالع ده بكل حاجه، بص ده عشان 4 قطع برضه، ده ترنج 4 قطع عامل كام؟ 130 جنيه 130. انا عايزك تثبت لنا بالجاكيت دقيقه، عينيا عينيا، يعني بص اهم من انا بس البنطلون، عايزك تشوف الخامات، هنشوف الخامه وكل حاجه بس مفيش حد ثبت لنا عنده شكله، حاضر حاضر ثبت لنا الشكل، عينيا الجاكيت يبقى ثبته دقيقه عينيا علشان يبان بتونس معانا الكل، عينيا الشكل بس، عينيا تسلم ايدك عشان كل المتابعين يعرفوا يشوفوا عينيا الحاجه كويس. عينيا دي عامل كام قلنا؟ ده 130 جنيه يا ست الكل، 130 جنيه ترنج، خامات عاليه جدا جدا. ده عامل كام؟ ده 170 جنيه 170، دي حاجات عاليه ده كان 250 جنيه، ده اغلى حاجه تقريبا عندنا، اغلى حاجه تقريبا، بس حاجات بس انا عايزك ماتريال جامد تمسك قوي، الخامات كده وتشوف، ماتريال جامد قوي وعالي قوي، بص حتى الفروه هنا باينه قوي، حلو جدا ده. بص كده يا قول ست لنا الكل، سعره هو في ايدك قبل ما ترميه. اليوتيوب ده اه عامل كام؟ 130 جنيه 130 جنيه تطريز، تطريز على الكم، بص اليوتيوب دي تطريز مش كتابه عشان تبقى بس واضحه معاكم، تطريز حلوه جدا حلو قوي. عامل كام تطريز مش قلنا؟ طبعه، عامل 130 جنيه 130 معاه فوت بالفوت وير وير بتاعه اه وبالطاقيه بتاعته، بالايس كاب كمان، حلو جدا ايه الجمال ده؟
عامله كام دي قبل ما ترميها؟ 130 جنيه 130. قبل ما ترميها قلنا السعر. طيب تمسكي الخامات عشان يلحقوا يشوفوها. 130 جنيه 130 مش هيلحقوا يشوفوها كده. بصي كل تطريزه كمان. تطريزه كمان 130 جنيه مقاسات ولا ايه دي؟ مقاسات كلها. كل دي مقاسات 130 جنيه. حلو قوي فظيع. طب استنى دقيقه بقى كده، ده مقاسات ولا وان سايز ولا ايه؟ مقاسات لحد كام اكس؟ ده لغايه 3 اكس. لحد 3 اكس عامل كام؟ 130 جنيه. 130 جنيه ايه الجمال ده؟ الفوتور بتاعه في موديلات انا اول مره اصورها السنه دي. ايه رايك؟ والله بجد في موديلات اول مره اصورها السنه دي الصراحه. يعني صورت معاكم وبيتي كتير موديلات كتير اول مره نصورها. ده عامل 130 جنيه بالظبط كده. بصي ده 1 2 3 بالسكارف بتاعه. تثبت لنا نقول سعره وبعدين نرميه. 130 جنيه. 130 جنيه ايوه كده تمام. حلو قوي. بصي البنطلون بتاعه يا ست الكل. وادي البنطلون وادي السكارف. ادي تاني قطعه نفس التطريزه وسكارف كمان. ادي تالت قطعه معانا. وادي الفوت وير بتاعه. وادي الفوت وير اربع قطع. عامل كام الاربع قطع ده؟ 130 جنيه. 130 جنيه برضو حاجات تحفه. انا عايز اتفرج على الحته الجميله دي. ايه الشياكه دي؟ دفايه تحفه. ورينا الخيمه. طيب بص كده عامله كام دي؟ 120 جنيه. 120 جنيه دي ترنج والله. بصوا الجمال حلو قوي. بص الالوان وتنسيق الالوان يا ست الكل تحفه تحفه. البنطلون لوحده حكايه بجد. يعني بصوا جوه وبره طبطين ده شغل عالي قوي. دي ثلاث قطع بالفوت وور بتاعها يا ست الكل. دفايه ثلاث قطع. دفايه ساده. عامله كام وهي في ايدك لسه قبل ما نرميها؟ 70 جنيه. 70 جنيه كام قطعه؟ حفر ثلاث قطع. ثلاث قطع 70 جنيه دفايه حفر. دفايه حفر حلو قوي قوي. 70 جنيه تحفه. الدفايه دي كمان اتفرج عليها يا ست الكل. دي برده ثلاث قطع بالظبط. عامله كام الثلاث قطع دي؟ 70 جنيه. 70 جنيه دفايه ثلاث قطع بالظبط كده. سامعين الاسعار اللي بنقولها يا جماعه ولا ايه؟ بصوا تحفه تحفه. دي بس دي طبطين بره بس. الجلابيه دي دي قماشته حلوه قوي كده. الخامه دي بصوا هوريها لكم دلوقتي. بصوا الحفر بتاعها بارز يعني باين في ايدي وانا ماشيه. حلو قوي. عامله كام دي؟ 120 جنيه. 120 جنيه مقاسات ولا وان سايز؟ لا دي ثلاث مقاسات. ثلاث مقاسات ايه الجمال ده؟ حلو قوي. بص كده ست كل الجلابيه دي تثبت لنا دقيقه بس كده نقول سعرها وبعدين نحطها مكانها. عامله كام دي؟ دي 200 جنيه. 200 جنيه بس دي حاجه عاليه قوي. من 300 جنيه. من 300. لا هي باينه على الفرده يعني. هنا في برضو الحاجات اللي هي سعرها بسيط. في وفي يعني حاجات عاليه بس دي مش عاليه يعني. حتى ب 200 جنيه مش عاليه. لا بالنسبه للاسعار الثانيه تبقى عاليه. بالنسبه للاسعار اللي بره ده انت عندك اسعار رهيبه. عامل كام ده؟ حته كلفن كلاين دي. كلفن كلاين عامله كام؟ دي للعرايس على فكره. وان سايز ولا مقاسات؟ لا وان سايز. عامله كام الجمال ده؟ 130 جنيه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بصوا شكلها تحفه. بصوا الجاكيت بتاعها 130 جنيه. بص الترنج ده يا ست الكل. الميلتون بقى. الترنج ده كان غالي وسعره نزل عندنا قوي. عامل كام طيب؟ 130 جنيه. 130 ده كله عرض ال 130 جنيه. ده كله عرض ال 130. انا عايزه بس تبقى تمسك لنا الجاكيت دقيقه. حاضر نقول سعره وهو في ايدك دقيقه. لا كتير. لا يعرفوا السعر عشان لا ولا يهمك. المهم المتابعين يعرفوا الاسعار يشوفوا الخامات. بص يا ست الكل ده حلو قوي. ده ميلتون برضه. عامل كام؟ 130 جنيه. ده كله عرض ال 130. كل ده عرض ال 130 جنيه. لا بصوا عايزه اقول لكم حاجه. ميلتون طابطين مظبوط. بص الخامه. انت المفروض اصلا تورينا الحاجات دي كلها. بص الخامه تعرفوا ان الخامه عاليه برضه معانا. عاليه جدا. 130 جنيه. راجع الحته دي كمان يا ست الكل. نشوف الجمال ده. طويل. ايه الجمال ده؟ حلو قوي ده. عامل كام؟ 130 جنيه. 130 بس ده تلبيس. كل ده كان 190 جنيه. ده تلبيس يعني تلبيس. حلو قوي. كل ده البنطلون بتاعه حلو جدا. بص البنطلون. ده زي 2 اكس بدايه ال 3 اكس كمان. برضك بالفوت وير بالطاقيه بتاعته. مع الفوت وير والايس كاب. 130 جنيه. كل ده عرض ال 130. ده تونيك. تونيك 130 برضه. 130 10 هو كان اغلى ولا ايه؟ 130 10 بص لا انا عايز اوريهم بس. جنيه. ده كان 190 بقى 130 بالظبط. تمام. عندي الدفايه دي بالوانها. دفايه بالوانها. التشكيل عندنا ما شاء الله الحمد لله. اللهم بارك كتير. اللهم بارك كتير. دي دفايه برضك حفر. دفايه حفر. ثبت لنا شويه الجاكيت عامله كام دي؟ 70 جنيه. 70 جنيه دفايه جوبير حفر ثلاث قطع. الجوبير ده بيبقى غالي على فكره يا جماعه. جوبير على الصدر وجوبير على ال... على على البنطلون وعلى الايد برده بالظبط كده. عامله 70 جنيه. بصوا ايه الجمال ده قوي قوي. عامله كام دي؟
130 جنيه. 130 جنيه. امسك الخامه كده. امسك الخامه. بص القطيفه عموما وهي بتتفرد بتبان كانت الخامه بتاعتها كويسه او لا. بص يا ست كل خامه البنطلون جوه وبره. عندنا جوه وبره. حلو قوي 130 جنيه اسعار رهيبه. كل ده كسر اسعار. بص اليوتيوب دي تحفه. اه. دي زي مقربه اللي احنا فتحناها الاول زيها بالظبط عامله كام 130 جنيه 130 قلنا اه لون تاني دي لون تاني برده 130 جنيه كل بره وجوه بص كل حاجه بره وجوه ايه الجمال ده عندي جلابيه حفل زي كده ثبت لنا شويه نقول السعر عامله كام عامله 80 جنيه 80 جنيه بص الخامه تحفه قوي الخامات عاليه قوي حلوه جدا التونيك ده ست الكل اربع قطع تونيك اربع قطع ده قطيفه عامل كام الاربع قطع ده 200 جنيه 200 جنيه ده تونيك التعالي قوي بص انا كل شويه اشوف لكم الخامات الخامات حلوه قوي يعني شوف اصلا العلبه بتاعتها تحفه والخامات جوه وبره حاجات عرايس بقى الحاجات اللي بحب الماتيريال العالي واسعار تكون كويسه موجوده هنا في المكان ده تبع العرض ب 90 جنيه ده كام تبع عرض ب 90 جنيه 90 جنيه ايه الجمال ده وده البنطلون بتاعه ده ترنج بقى مش دفايه ده كل الشغل بره والله ده يمشي ترنج يا جماعه مش دفايه كل الشغل بره اه معاك بتشو كمان يعني ترنج ترنج يعني ملوش علاقه بالدفايه خالص الكريزه دي جميله قوي ايه الجمال ده عامله كام طيب ويا في ايدك كده 130 ايه الاسعار الحلوه دي بالايس كاب بالفوتو ده اربع قطع 130 جنيه بص خامه البنطلون انا بس عايزك انت تبصي على خامه البنطلون من جوه هم عارفين واخدين مني في الفيديوهات لو حاجه خفيفه بقول لهم لا دي خفيفه شويه لو مقاسه ما يلبسش بقول لكم برده في الفيديوهات يا جماعه المقاس ما يلبسش الحته دي ست الكل 130 برده 130 جنيه كل ده عرض ال 130 كل ده عرض 130 ايه الجمال ده موديلات كتير قوي 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 ما شاء الله ولا قوه الا بالله 130 جنيه بص ست الكل الجواكت عامله كام الجواكت دي؟ الجواكت كده عامل كام طيب؟ 150 جنيه اي جاكيت؟ كل المقاسات كل المقاسات 150 جنيه المقاسات الصغيره 80 جنيه الصغير 80 والكبير 80 100 اه 80 100 80 وعندي حاجه ب 100 وده 150 ده كان 190 جنيه جمله اه دلوقتي بقى ب 150 جنيه 150 جنيه اي جاكيت من اللي انتوا شايفينهم دول حلو تحفه كتير جدا يا ست الكل بصوا كل موديل مختلف بالوانه بصوا عايزك كده تفتحي بصوا الجمال من جوه على تقفيل كباسين وسوسته والفرو ده حاجه نظيفه لا بصوا معايا زي السفنج ما شاء الله عليه عامل زي البطانيه كل دي موديلات اولادي بس كده بدانا في البناتي عامل كام البناتي طيب 150 جنيه طب نثبت نشوف شكل موديل منهم ما شاء الله الموديلات كتير قوي اللي انت عايزاه بس عشان ياخدوا بالهم بس من الموديلات الموجوده حرام نضيع مجهودكم ده على الفاضي لازم يشوفوا الحاجه كويس حلو قوي بس ايه ده قلنا عامل كام البناتي ده البناتي ده 150 جنيه 150 جنيه مقاساته من كام لكام جميله قوي ايه الشياكه دي؟ دي ب 120 جنيه 120 جنيه افتحي كده واتفرجي ايه الجمال ده؟ مش هتعرفي تشيليه انت بصوا بصوا الجمال ايه ده؟ كله تبطين وشغل عالي قوي حلو جدا حاجات بناتي تحفه اللهم بارك المكان مليان كميات كتير جدا موديلات كتير حاجات كتير جدا اسعار ونازله كسر اسعار جامد جدا هنا في شحن للكميات في شحن وللقطع في شحن ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله يعني لا تاخد قطعتين ثلاثه عايزه تشحن خلاص تمام دي برضو دفايه عامله كام دي؟ دي 120 جنيه 120 ده دي الدفايات يا جماعه اللي هي العلب الحاجات اللوكس الغاليه الحاجات دي كانت ب 190 جنيه وبره. جمله كانت ب 190 الاول جمله حلو قوي 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 هنا انتوا بتبيعوا قطاعي بسعر الجمله من اول قطعه تمام لمتابعينك بس للمتابعين بس كل اللي يجي يقول تبع قناه يوميات مكه وياخد بالاسعار دي بصوا ايه الجمال ده كل ده اسعاره كام؟ كان بكام بقى يا ست الكل؟ بصوا كان مكتوب 210 عامل كام دلوقتي؟ 150 جنيه قطاعي وجمله 150 حاجات بصوا طبشين 150 جنيه الولادي دي تحفه عامله كام دي؟ 80 جنيه جاكيت جاكيت او بصوا اي جاكيت من دول 80 جنيه بصوا حلو قوي 80 جنيه كل ده 80 جنيه ايه الجمال ده؟ موديلات كتير قوي ما بتخلصش ما شاء الله ده برضو تمانينات اللي معاك ولا ايه؟ كل ده 130 جنيه ده 130 ده مستورد عشان ننوع على الاسعار عشان ما حدش 200 جنيه مستريح ده 130 ده 130 جنيه بصوا 130 تحفه ايه الجمال ده؟ 130 موديلات كتير قوي موجوده هنا في المكان احنا عمالين نعرض لكم ما شاء الله اللهم بارك بصوا عرضنا قد ايه بس عشان وقت الفيديو عمالين نعرض لكم بعض الموديلات وفي تليجرام صح تليجرام. ان شاء الله هحط لكم التليجرام في اول تعليق مثبت ورقم التليفون هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه مش هقدر افتح لك الاطفال كله لا لا طبعا مستحيل لا بصوا الحته الاطفال دي تمشي ترنج ودفايه بصوا بره قطيفه وتبطين جوه زي الميلتون
بألوانها ايه الجمال كلها ده؟ عامله كام دي؟ 45 جنيه دي عامله 45 جنيه ايه الجمال ده؟ ده بص الالوان، بص ست كل الحته دي بره، ده كفايه بره وجوه. طب السنتين قلنا كام دي؟ دي 40 جنيه 40 جنيه تلبيس لحد بره سنتين، وجوه بره وجوه 40 جنيه بألوانها كلها بره. ايه الجمال ده؟ دي 40 جنيه قطيفه. لا وبصوا كمان الرقبه بتاعتها بص الالوان والكم كتير قوي. بتاعها بصوا تقفيل حلو قوي، الوان كتير قوي. دي 40 جنيه ودي بناتي 40 جنيه برضو، 40 جنيه برضو يا ست الكل، 40 جنيه حلو قوي قوي. ايه الترنج ده؟ ده قطيفه قطيفه ب 70 جنيه 70 جنيه حلو قوي برضو. الترنج لا ده دي حاجه حملت اصغر مقاس قوي. فيه ده يا ست الكل الترنج الميلتون ده وما بيوبرش. طب بتثبت لنا الجاكيت؟ انا مش لاحقين بيوبر على فكره، ده اصغر مقاس فيه. طب ثبت لنا الجاكيت ده بيلبس لغايه 12 سنه، موجود منه لحد 12 سنه، عامل كام؟ 12 سنه عامل 100 جنيه 100 جنيه وال 12 سنه نفس السعر، كله سعر واحد، كله سعر واحد 100 جنيه اللاب بقى يعني مش قادر اقول لك 10 15 موديل كلهم سعر واحد ولا ايه؟ عامل كام ده؟ 100 جنيه كله 100 جنيه كله. ده انتوا كده مش بتكسروا، انتوا بتحرقوا اسعار. الحمد لله من فضل ربنا، ده مش كسر اسعار، ده بيكسب ناس والله. تمام حلو قوي. كام دي؟ 100 جنيه ست الكل ترنج كامل 100 جنيه، ده 100 جنيه برضه. بص ما شاء الله اللهم بارك، المكان مليان كميات وموديلات كتير قوي. بص التقسيم بس حلو قوي، كل ده 100 جنيه كل ده 100 جنيه 100 جنيه برضه. واجي البنطلون بتاعه، بص الحته البنات، بص انا مش لاحقه اوريكم الحته البنات دي فرو. ايه الجمال ده؟ بصوا دي بقى كام دي برضه؟ كلها فرو عامله كام؟ 100 جنيه. ده تلبس زي محير كده ولا ايه؟ كلها فرو حلوه قوي 100 جنيه كلها فرو حلوه جدا دي. بص الحته اللطيفه دي، الحته اللطيفه دي بتلبس لغايه 8 سنين لحد 8 سنين عامله كام دي؟ 65 جنيه 65 جنيه بالوانها كلها لحد 8 سنين لحد 8 سنين. لا بص انا عايزه اوريكم بس جوه وبره حاجه تحفه. ترنج ده ترنج ودفايه في نفس الوقت، هو بقى الخامات الدفايات دي بتمشي ترنجات دلوقتي. لا وكمان السوسته والحاجات دي تمشي ترنج، مالوش علاقه اصلا بالدفايه. 55 جنيه 55 جنيه تحفه. بص كده يا ست الكل دي عامل كام ده؟ انا عايزك بس تبصي من جوه قبل ما تقولي عامل كام. بصي ايه الجمال ده؟ لا ما من جوه ايه بقى؟ ده قطيفه من جوه، ده دي حاجه تعليق. من بره ملتون من جوه قطيفه، ده جديد ده. نفس خامه البنطلون برضك. حلو قوي ده. عامل كام ده؟ 90 جنيه 90 جنيه طبطين قطيفه 90 جنيه، فده حاجه حلوه قوي. ده برده نفس التاني بس صغير 55 جنيه 55 جنيه يعتبر ترنج بقى، ترنج قطيفه يا جماعه بالزبط. حلو قوي. اشكال كتير برده، اشكال كتير. ده 40 جنيه ده 40 جنيه ايه الجمال ده؟ احنا بنوريكم بعض المقاسات، خلي بالكم يعني ده 65 تبعه 65 لا ب 60 جنيه ب 60 كمان بس تحفه. ده قطيفه بره قطيفه وطبطين جوه كله قطيفه ست الكل. بصوا الجمال، طبطين كمان جوه ميلتون وبره قطيفه حلو جدا. النقشه الثانيه دي من الجلابيه، دي ما صورناهاش برضو. عامله كام دي؟ 80 جنيه 80 جنيه حلو قوي برضو. بصوا النجمه حفر ليزر حاجه تحفه. عندي حاجه زي كده برضك ست الكل، عامله كام دي؟ 40 جنيه 40 جنيه برضو. بصوا الخامات دي حلوه قوي، كفايه صغنونه كده للمواليد. بيبيهات بقى عامله كام البيبيهات؟ 12 جنيه لا والله يا الاسعار بدأ عندكم 12 جنيه 12 جنيه 12 جنيه بصوا دفايه بيبيهات 12 جنيه ايه الجمال ده؟ ده كل اللي جاي لك ده بقى 40 جنيه، ده كل اللي جاي 40. لا احنا مش لاحقين نشوف كده، ده كده 40 جنيه. لا ثبت لنا شويه الجاكيت بتاع الحاجه تبان معانا عشان احنا كده مش لاحقين لا نصور ولا المتابعين يشوفوا كمان. ده عامل كام؟ 40 جنيه 40 جنيه تمام. كل ده 40 جنيه 10 15 موديل تمام. دي طبعا مش 40 بقى لو عايزها ب 40 لا ازاي؟ انت قلت كل اللي جاي 40، بقول لا دي عامله كام؟ 75 جنيه 75 دي قطيفه. ايه الجمال ده؟ قطيفه 75 جنيه حلو قوي قوي قوي. نهاية المقاس ده 75 جنيه لحد ده 75 برضو، ده كله 75 جنيه. ايه التشكيل الجامد ده؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بصوا عايز ده كله كل ده 45. مشكلة بص كده انت كل الحته اللطيفه دي كام دي برضه؟ 55 جنيه 55 ايه الجمال ده؟ ده ترنج، ده مش ترنج مش دفايه يا جماعه. بصوا السمك بتاعها ما شاء الله اللهم بارك. ايه ده؟ عندي سويت شيرت زي كده، ده سويت شيرت فرداني لوحده 40 جنيه ب 40 جنيه. والله كان عندي سويت شيرت ب 30 جنيه وب 40 جنيه. ايه الجمال ده؟ ب 40 جنيه سويت شيرت ب 40 جنيه حلو قوي. دماغي كان لازم اوريها لك دي، كان لازم نشوفها. عامله كام طيب؟ خالص. لا ثبت لنا الجاكيت، انا مش لاحقين نشوفها خالص والله. خامه
حلو ومنظر قوي وشكل والوان. عامله كام؟ عامله 170 جنيه 170. دي حاجات عاليه، دي حاجات العاليه دي اللي كانت بتتباع ميتينات وحاجات كده. 170. بصوا جوه وبره عامله ازاي. الترنج ده يلبس لغايه 10 سنين. 10 سنين بس. امسكي الخامه بقى لو تقدري تشيليه بس. ما شاء الله. بصي من جوه يا ست الكل قطيفه. حلوه قوي قوي. قطيفه من بره. قطيفه جوه وبره. عامل كام ده؟ 120 جنيه 120 جنيه قطيفه بره وجوه. بص التبطين كمان قطيفه مش ميلتون. حلو جدا. 120 جنيه ده كله. ده 40 جنيه بقى. 40 جنيه بقى. ده 35 جنيه اسف. ده 35 كمان. ده كله 35 جنيه. 35 جنيه. 35 جنيه. ده كله 35 جنيه. بص موديلات كل ده قطيفه بره عشان بس انا واعي. قطيفه بره وجوه. قطيفه بره وجوه. اه ما شاء الله. ايه ده؟ ده قطيفه جوه وبره مش ميلتون. 35 جنيه. كل ده 35 جنيه. كل ده 35 جنيه. حلو قوي. في حته العلبه دي بصوا شكلها تحفه. تلبس 8 سنين لغايه 8 سنين. 8 سنين دي اطفال يعني. 1 2 3 4 5 حتت. 5 قطع. نوامه ب ب ب بص يا ست كل ده اصغر مقاس فيها. ده اصغر مقاس. دي حاجات برضو كويسه جدا بره وجوه. اه جوه وبره. الشغل هنا ما شاء الله بره وجوه حلو قوي. ب 80 جنيه. 80 جنيه 5 قطع. 5 قطع. ده فيها 5 قطع نوامه وايس كاب وفوت وير والبنطلون والجاكيت. حلو جدا. تعبتك بقى مش عايزه تعبك راحه. تعبك راحه. لا لو في موديلات ثاني حابين تعرضوها في المكان احنا بنوريكم الحاجات الموجوده وانتم ما تيجوا ان شاء الله تشوفوا كل حاجه. الله يخليك. تعبك راحه. ميرسي قوي كده. احنا هنا كنا الله يخليك. يجي من طرفك على دماغنا. الله يخليك. تسلم لي. احنا كنا هنا في سنتر رامي. العنوان بالتفصيل هكتبه لكم اول تعليق مثبت مع لينك التليجرام ورقم التليفون ان شاء الله هسيبه لكم ظاهر طول عرض الفيديو على الشاشه. قبل ما تخلصي بس قبل ما تخلصي. تمام. بصوا بص اتفرج على الجاكيت ده. الجاكيت الجميل ده عامل كام ده؟ بصي بقى من جوه. لا ده بصوا ده 150 جنيه. ده بطانيه. لا ده بطانيه على فكره. ده بصوا حاسه ان هو ثلاث طبقات. 150 جنيه على فكره الجاكيت ده. 150 جنيه. اساسا 150 جنيه تحفه. تعبناك معانا. انا اللي تعبت. وميرسي قوي على الفيديو ده. والله تعبت. كتر خيرك. رقم التليفون هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه وهتشوفوا فيه مقطع صغير فيديو هسيبه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله يوضح لكم ازاي توصلوا المكان هنا بكل سهوله. وان شاء الله لينك التليجرام اول تعليق مثبت مع العنوان. شكرا جدا واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي المكان له دخلتين. اقرب دخله ليها هتكون من عند رجب العطار. ده كوبري الازهر اللي انتم شايفينه. بصوا ده رجب العطار. ده الفرع اللي هو موجود في الموسكي. هنبدا ندخل من جنب رجب العطار كده في سلالم صغيره. هنبدا نطلع على السلالم دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الدخله دي هتبقى من جنب رجب العطار على طول من عند كوبري الازهر. في دخله تانية بقى ممكن تخشوا الموسكي الاول من اول شارع الجيش وكمان تسالوا على 15 كوم الشيخ سلامه. هناك تسالوا على مكتب رامي سنتر هيكون اسهل كمان الدخله دي. هنفضل ماشيين زي ما انتم شايفين المكان هنا. هتلاقوا يقابلكم بقى بتوع شنط كتير جدا. هنفضل ماشيين هنيجي هنا وهتلاقوها مقفوله كده. هنحود مع بعض يمين. هنفضل ماشيين في الطريق زي ما انتم شايفين. هيقابلنا طرح بقى وشنط وشنط سفر وحاجات كتير جدا ملابس. الشارع كله مليان ما شاء الله يعني محلات. هنفضل ماشيين كده زي ما انتم شايفين. وهنا هنبدا نحو الشمال. هنا احنا دخلنا بقى كوم الشيخ سلامه. بصوا خلاص كده احنا تمام. شمال في شمال تاني. وهنا المكان خلاص هي دي العماره. هنطلع بقى الدور التاني على طول. هنا هيكون سنتر رامي.